تمام التاسعة صباحا من الجزائر الدولية، موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. يدلي أزيد من 23 مليون ناخب جزائري اليوم بأصواتهم في الانتخابات المحلية لتجديد أو لتجديد المجالس البلدية والولائية في محطة تشكل مرحلة هامة لإرساء دعائم المؤسسات الجديدة. وتقدم لانتخابات مجالس البلديات البالغ عددها 1541 مجلس، تقدم 115230 مرشحا، بينما ترشح للمجالس الولائية وعددها 58 18910 مرشحين بحسب إحصائيات السلطة الوطنية للانتخابات الجزائرية. وتعد هذه الانتخابات المحطة الثالثة في عهد الرئيس عبد المجيد تبون الذي تعهد بتغيير كل المؤسسات الدستورية الموروثة عن 20 سنة من فترة الحكم السابق. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري مع بعض ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية، قال إنه يأسف لاتفاق المغرب مع الاحتلال الإسرائيلي، وأكد أن تهديد المغرب للجزائر خزي وعار. في العلاقات القديمة الجديدة بين المغرب والكيان، نأسف لأول مرة منذ 1948 لما تخلق الكيان هذا وزير من هالكيان يجي بلد عربي ويهدد بلد عربي واحد اخر، خزي وعار. اعتبر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين احمد الرسولي الجمعه ان العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي لن تضيف للمغرب الا الاختراق والتوريط وصناعه العملاء. وقال العالم المغربي الرسولي في مقال نشره عبر موقعه الإلكتروني تحت عنوان المغرب الرسمي في مفترق طريقين، قال إن علاقة المغرب مع العدو الصهيوني لم تعد كما قيل لنا قبل سنة مجرد اعتراف بدولة الاغتصاب مقابل اعتراف الرئاسة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء، ولم تعد مجرد استئناف للعلاقات الدبلوماسية، بل هي الآن تنغمس تماما في العشق الحرام مع العدو الصهيوني وتفتح له كافة الأبواب، اتفاقية شاملة وزيارات متلاحقة وكذا غزوات صهيونية لا تبقي ولا تذر على حد وصفه. أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس الجمعة أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هانية دعا إلى حشد مواقف داعمة للقضية الفلسطينية لمواجهة قرار بريطانيا بحظر الحركة واعتبارها إرهابية. وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس إن هانية أعطى توجيهاته بالعمل على حشد أكبر عدد ممكن من المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية خاصة على المستوى العربي والإسلامي وكذا الدولي لمواجهة القرار البريطاني الأخير بحق الحركة. نفى الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة اعتقال شخص في البلاد على خلفية انتمائه السياسي، وذلك ردا منه على اتهامات من قبل نشطاء. جاء ذلك في كلمة له خلال لقاء جمعه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين بقصر قرطاج نشرت على صفحة الرئاسة التونسية عبر الفيسبوك. ويقولون كل يوم تقريبا أن هناك مسا بالحريات وبالحقوق، أفلا يخجلون؟ أفلا يخجلون عندما ينظرون إلى أنفسهم في المرآة، أو عندما يحكمون ضمائرهم أن كانت ما زالت هناك عند البعض ضمائر أو قليل من ضمير؟ هل تم اعتقال أحد من أجل فكر أو من أجل موقف عبر عنه أو من أجل انتمائه السياسي؟ لم يتم المساس بالحريات، ولا يمكن أن يعود التاريخ إلى الوراء من أي طرف كان. أطلقت منظمة الصحة العالمية تسمية أوميكرون، وهو حرف من الأبجدية الإغريقية على السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي وصفتها بالمثيرة للقلق.
وأكدت المنظمة أن السلالة لها عدد كبير من الطفرات وبعضها مثير للقلق، وتشير المعطيات الأولية إلى خطر أكبر للإصابات المتكررة بهذه السلالة مقارنة بالسلالات الأخرى، ويتم رصد زيادة الإصابات بهذه السلالة في كافة المحافظات في جنوب إفريقيا تقريبا. ختام هذا الموجز، ألقاكم على رأس الساعة بحول الله، السلام عليكم.